من فضلك تعالي نتكلم عن المراحل اللي في حياتك الفنيه، بتقسميهم انت ازاي وبيطلعوا عندك ايه وايه احساسك بيهم؟ انا سمعت من يومين اظن كان برنامج في التلفزيون فوتوغراف، وكان فيه عبد الوهاب واتسال السؤال ده، قالوا له مراحل في حياتك تقسمها ازاي وحاجه زي كده. انا مش فاهمه حكايه المراحل اللي تتقسم دي، يعني ايه بتتقسم؟ بالاعمال الحلوه اللي الواحد عملها، الاعمال اللي لها قيمه، او الاعمال اللي عملت شيء من التطور، او كان فيها شيء من التجديد، او فيها شيء من التمييز، فدي بتعد مراحل. كويس. مش عارفه يعني اقول لك اذا كان يعني مثلا سعاد، اقول لك الحاجه، لو انا قلت مثلا انك انت في البدايه في مرحله السندريلا اللي هي انا اقدر اسميها اذا سمحتي لي افلام حسن يوسف وما شابه، هنا سعاد حسني بتدي شخصيه السندريلا او شخصيه البنت العاشقه المحبه، بالتاكيد دي مرحله. شوف هقول لك حاجه، انا مش عارفه لسه، مش فاهمه كلمه مرحله دي، او يعني مش مبسوطه منها قوي. بلاش على اساس مرحلة. ايه تيجي نسميها تقسيم؟ معلش يعني الادوار اللي انا كنت بعملها مع حسن يوسف، او بعملها مع مش عارفه مين زمان، الادوار الخفيفه ايوه، او دور السندريلا، تعال نسميها ادوار خفيفه، تعال نسميها تقسيمات ادوار الخفيفه. يعني انا ممكن اعمل دور خفيف النهارده؟ ما انا عارف كويس. النهارده سنه 76 بعد ما عملت الكرنك وعلى ما نطلق الرصاص وكل الافلام، برضو ممكن اعمل دور خفيف. كويس. بمعنى ايه دور لايت؟ كويس. هي الفكره ايه؟ ازاي الادوار دي بتتكتب؟ ازاي بتعد يعني؟ وازاي بتنتج؟ وازاي بتتخدم؟ وازاي بتدرس؟ كويس. الفرق هنا، ده الفرق الوحيد بس. خفيف تقيل، المهم ازاي بيتكتب، ازاي بيتعمل، وازاي بيتنفذ، وازاي بيؤدى. فهمت. طب طبيعي بقى احنا هنوصل للحته اللي انت عايز تسال عليها، ان انا بالقطع من 5 سنين او من 10 سنين كنت اختلف في في الفهم، صح، على الاقل حتى في الحياه، صح، الواحد بيفهم مش بقدر معين، بيستوعب بقدر معين، بيقدر الاشياء اللي حواليه بقدر معين، على قد فهمه على قد كده بيدي. كويس. اذا كان حصل تطور في ادائي انا كممثله، فده بيرجع لان الواحد يعني بيحس اكتر بال يعني بيشوف اكتر، او بيحس اكتر باللي بيشوفه، او بلاش بيحس اكتر، بيفهم اكتر اللي بيشوفه، وبيقدره اكتر، وبيستوعبه اكتر، وبالتالي بيعبر عنه بشكل اعمق او بشكل ادق. فاذا كانت حاجه بتفوتني وانا صغيره، ما كنت بادي وانا صغيره، فممكن دلوقتي ما تفوتنيش. هل النهارده لو انت عملتي الثلاثه يحبونها مثلا، تعمليها بشكل انضج؟ اولا ما اعملهاش، اولا ما تعملهاش، اولا ما اعملهاش. ليه؟ مش لان الموضوع وحش، الموضوع حلو. ما اعملهاش علشان العلاج بتاعها ما كانش مدروس كفايه. وانت يمكن تذكر حاجه زي كده ما اعملهاش الا اذا كانت تاخد يعني الشكل الناضج اللي انا. اذا النهارده انت عندك مرحله الاختيار في الفن. في حاجه، نعم. يعني انا لما ببص على نفسي فعلا من ساعه ما اشتغلت لغايه النهارده، كم سنه يا سؤال؟ سنه حوالي 12 13 سنه. جود. بحس ان انا ما كنتش من النوع المتكلب على الشغل، ده حقيقه، دي سمه في حياتك الفنيه. دي حقيقه، وانا ما كنتش واخده بالي منها الا لما يعني بصيت على ظاهرة. انا مش عايزه بس اتكلم يعني على حد كده هو، انما لما شفت، لما احيانا بشوف اي فنان، اي ممثل، اي بتاع بيشتغل في اكتر من عمل، بحس انا بالعجز قدامه على طول. يعني ببص لنفسي بقول انا في استحاله ان انا اقدر اعمل كده، يعني باخدها الاول بالشكل ده. كويس. وبعدين اذا تعمقت في الحكايه شويه بحس انه ده بيبقى على حساب العمل، يعني بلا ادنى شك
انه ده على حساب العمل. مفيش حاجه اسمها يعني ما اقدرش اسميها عبقريه، نوع من العبقريه ان الواحد يقدر يشتغل في 3 افلام او بدا، هي نوع هي عبقريه فعلا. انك تبقى عندك اعصاب وتقدر توزع نفسك التوزيع ده. لكن مش ممكن ابدا تدي الشيء حقه، اعتقد انا كده انك مش ممكن ابدا، لان هو تمثيل يعني في النهايه روح، يعني في النهايه انت بتدي روحك لحاجه بتعيش حاجه، انت مش ممكن تعيش حاجتين مع بعض. يعني انت مش ممكن تعيش احساسين في ذات الوقت، يا بتعيش احساس حب يا احساس فرحة يا احساس حزن يا احساس غامض يا لكن مش ممكن مثلا تحط الاثنين في نفس اللحظة. شو ممكن تخرج الساعة 7 تعملي دور حب وساعة 9 تروح استوديو تعملي دور كر؟ صعب بالنسبة لك او ليس في مقدورك انك تعملي كده؟ طب هقول لك حاجه. طيب يعني مثلا بيحصل في نفس الفيلم ان يبقى في مشهد حب مثلا تمام، ومشهد كره بس كله سياق واحد، بس كله شخصيه واحده. شخصيه واحده يس. فانا شخصيه واحده، انا مش شخصيتين. صح. انا انسان واحد يس، وعقل واحد واحساس واحد وروح واحده، فمش ممكن الانقسام ده. انا لغايه دلوقتي مش عارفه يعني اشوفه على حقيقته ازاي بيتعمل. يعني انت الشخصيه اللي بتمثليها يا سعاد بتحتويكي تماما؟ ابدا. مش مساله انها بتحتويني تماما، يعني طبعا هي ما بتحتوينيش في ال 24 ساعه ولا حاجه، ولكن بتحتويني في اطار الشغل او في وقت الشغل. يعني طبعا بفكر فيها، وبفكر فيها من غير ما اكون كمان قصدا انا افكر فيها. يعني يعني مش بتشنج، انما بانسياب طبيعي. لا، عقلي الباطن بالقطع شغال بصفه مستمره من اول ما بيكون عندي حاجه، فعقلي الباطن على طول شغال في تحضيرها بدون اي. انت قارئه صحف يا سعاد؟ انا ليا فترات اقرا يعني جورنال وافضل ماسكاه بقى من اوله لاخره، وببقى مستمتعه جدا. انا ليه بسالك السؤال ده؟ ولي اوقات ازهق من الجورنال، احس ان مفيش حاجه جديده، او احس ان هو ما بيضيفليش انا شخصيا حاجه. يعني هو في حاجات تبقى جديده، لكن انا شخصيا احس ان انا ما اضافليش شيء، فازهق منه ارميه اسيبه فتره امسك حاجه تانية، يمكن كتاب، يمكن ما امسكش كتاب خالص. قصدي ايه من السؤال؟ قصدي ازاي بتشحني بطارياتك؟ يعني على سبيل المثال لما بتيجي النهارده بتعملي مثلا شخصيه على من تطلق الرصاص، وهي شخصية فيما أتصور أنها شخصية سياسية. نفسي أعرف أنت بتشحني بطارياتك إزاي؟ ولذلك سألتك السؤال، بقول لك هل أنت قارئة صحف على أساس أنك أنت بتحيطي بتلمي بحكاية أن في حاجة اسمها قطاع عام وحواليه النقد وحواليه الزيف وحواليه إزاي أنت بتشحني بطارياتك خصوصا فيما يتعلق بالفيلم السياسي؟ شوف، هو الفيلم السياسي او الفيلم الاجتماعي او اي نوع من الانواع بالنسبه لي يعتبر شيء واحد. 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 حتى العاطفي. حتى العاطفي. كله منبعث من احساس. كله له مش تفاصيله، يعني له خصيصياته. بيقولوا ايه؟ خاصيته. خاصيته. ملامحه. ملامحه. فتساوي بعضها كلها. كلها تساوي بعضها. ما تعملش التفرقه. لا. الشخصية دي غير هي الشخصية لا في في تفرقة طبعا في الشخصية، لكن في التناول مفيش فرق. كويس. يعني فمثلا انا ما اكون قاعدة مع ناس ما اتكلمش كتير ومليش في حكاية الكلام دي كتير، مليش فيها. دي النقطة المهمة اللي كنت عايز اقول لك عليها. مليش فيها. اللي بيحصل ان انا بتشحن بقى في الوقت ده، لاني بسمع بشوف وجهات نظر، بشوف اراء مختلفه، بشوف حاجات بتحصل فعلا في الحياه الناس بتعبر عنها باشكال مختلفه. الحاجات دي طبعا في اللي انا بقبله، في اللي برفضه، في اللي بصدقه، في اللي ما بصدقهوش، في اللي بستوعبه وبحس ان هو، في اللي بحزن عشانه، في كل الحاجات دي بتبقى دي البطاريه بقى اللي بتتشحن. مجرد ان انا ابقى قاعده في بلكونه لوحدي
وببص كده على الانوار دي اللي هي قدامك دي، شوف كده البيوت دي، ابتدي افكر البيوت دي كلها فيها ايه، الانوار دي كلها، والنور ده شوف اكتر من النور ده ازاي، وشوف اللمبه الصغيره دي، ده ناس هنا قاعدين هادين مش فاهم ازاي، دول ناس هنا قاعدين عندهم نجف وعندهم مش عارفه ايه وبتاع، ولما الناس تخش عليهم عشان بيعملوا ايه بالنجف ده، وايه قيمه النجف الكريستال اللي ثمنها 3000 جنيه دي ولا ثمنها ما اعرفش كام الف جنيه، قيمتها ايه؟ ها شكلها حلو بس ممكن يبقى في حاجه بس شكلها حلو برضو. والله شكلها حلو لكن يعني نزل برضو لهم العجب قوي، يعني بيهتموا بحاجات غريبه، بس منظر حلو برضو مش بطال الواحد يخش عادي. دماغك تطرح هذه الاشياء يا على طول، السطوح ده الراجل غلبان واقف يتفرج كده ومش عارفه بيعمل ايه، ست القاعده تنشر الغسيل، واحد قاعد على كرسي بتشمس بواب، اقول يا سلام والله اهو لسه في يعني ناس بسطاء لا مش لسه لسه في رزق كويس يعني ان الواحد لاقي ساعتين ثلاثه ان هو يقعد يتشمس مثلا، او اسعد جدا باللحظه دي، او اشوف مثلا حاجه تقلمني اللي هي بيبقى فيها يعني اللي بيبقى واضح فيها الحرمان، بيبقى واضح فيها الجهد المضني الانسان البسيط اللي بيعمله عشان خاطر يوصل للقمة عيشه وكده. فالأنماط الحاجات دي كلها يعني أنا مش قادرة أقولك إيه الحاجات اللي ممكن بتمر بخيالي، بس 500,000,000,000 حاجة بتمر في ذهني وأنا قاعدة، بس كنت قاعدة في البلكونة كده. أنت صمتك أو قاعدة في العربية صمت أو صمت دايما في صرصرة في صرصرة تهلكني. وهل هو ده السبب إنك أنت صموتة عموما؟ معرفش بقى دي بقى دكتور نفساني اللي يقول لك عليها يعني يمكن يمكن، لانه انا فعلا ببقى مشغوله انا في حاله انشغال عظيم مستمر. انا لما قلت لك وجهه نظري قلت لك انك ما تشدنيش الا حاجات محدده قليله قليله مش محدده قليله. ايه شدك يا سعاد؟ ما اعرفش يعني دلوقتي احدد لك على طول مره واحده كده يعني من خلال الحديث يمكن تقدر تحس. طيب لما انا قلت لك العباره الرأي اللي قلت لك عليه انه انت ما بتجديش التعبير كثيرا عن نفسك، المعنى ده انت احساسك بيه ايه؟ اولا انا شايف انه ما غلطتكيش، لا 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 بالعكس لانه حقيقة نمرة اتنين، انت حسيتي انه هذا الرأي في نهاية الامر بيعبر عن واقع بالنسبة لك. فلسفتك ليه ايه؟ يعني انا بقول اذا سمحتي لي بالتعبير انه انت الموعد الحقيقي في عمرك الشاشه، العاشق الملهوف في عمرك الشاشه، تنتشي كل مسامك مع الشاشه، وفي غير هذا فانت في حاله اجازه. لا يعني ده صحيح يعني ده صحيح، ولكن في برضو يعني إحساس يعادل هذا الإحساس. بمعنى الإحساس الشخصي الإحساس الشخصي يعني لما بتحس إن إنك أنت لك مش قيمة، لك معنى في الحياة الشخصية الغير فنية، بصرف النظر على الناحية الفنية فدي أيضا متعة تساوي متعة الفن. أنت كنت بتقول إن لا ما قلتش الصمت، قلت إيه؟ إنك يعني لا تجيد التعبير لا أجيد التعبير. أنا في تعبير تاني يعني هدور عليه وهقوله لك بعد شوية مش فاكرة دلوقتي. الحكاية دي بتؤلمني جدا بقى. اللي هي ما تسمى بعدم التعبير عن نفسي بعدم القدرة على التعبير عن نفسي، عدم القدرة على التعبير. أنا يمكن يعني هدي لها تشبيه تاني بس بعد شوية لكن هو نفس المعنى يعني. بتؤلمني ألم شديد لأنه إيه يعني الحياة الاجتماعية والحياة العامة والحاجات دي بتتطلب من الواحد ان هو يكون
يعني زي ما تقول ايه مصحصح لها صاحي يعني هل. فممكن انا اكون مش مساله ان انا مانيش مصحصح لها انا يعني انا مدركه كل اللي بيحصل قدامي وحاسه بيه وفاهماه وكل حاجه بس المشاركه فيه بقول لك ان دماغي بتبقى مشغوله مش مشغوله على طول يعني في 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 في, في عمليه تفكير متواصل ما عنديش القدره ان انا اقطع هذا التفكير كانسان انا تكويني كده ان انا ما عنديش القدره وبعدين ما بشوفش ان في يعني ضروره ان انا اقطع هذا التفكير يعني ما فيش القدره وما فيش كمان الحماس لاني اقطعه لان انا بحس ان انا دوري في الحياه انا ليا دور معين واحب ان انا اجيد هذا الدور مخلصة للحتة دي يعني ده بس يعني انت دي حتتك قد اكون انا مذيع فتبقى حتتي ان انا عارف اتكلم قد اكون انا كاتب فتبقى حتتي ان انا عارف اكتب وليس من الضروري ان انا عارف امثل مش مسألة اخلاص مسألة واقع يعني واقع وتفاني فيه واقع شيء انت مجبر عليه يعني مش مجبر عليه يعني انت مش عارفه اقول لك ايه يعني هو مش اجبار هنا هو مش واقع اجبار واقع اصل الواقع ما بقاش فيه اجبار ولا فرض الواقع يفرض لا نفسه لا يعني فرض يعني من ذاتك برضه منك لنفسك من يعني انما هو واقع يفرض نفسه طب ما ممكن جدا ان يبقى فيه فنانات يجدن التعبير عن انفسهن هل في اعتقادك ان الفنان اللي بيجيد التعبير عن نفسه بتحسي ان ده بيسحب منه حاجة هل يتجور مساحة الكلام والتعبير على مساحة الفن او مساحة ما اسمنتيه انت بالانشغال يعني انا مبسوط جدا من المعنى بتاع الانشغال جدا لانه المعنى الانشغال معناه ان هنا الرأس لانه سمحتي لي اكون دقيق اكثر عموما بيتقال انه ايه الصمت ده وهذا هو سبب الم الألم اللي بيجيلك مكملتلكش بقى انا دي ان الصمت مين سيمبلي عجز لكن الناس لا تعلم تماما انه ده مش عجز ده انت دماغك من بتطرح بدليل ان انا كنت بسألك مثلا من ضمن الحاجات اللي كنت نفسي اسألك فيها بقولك مثلا انت راكبة الطيارة هل انت دماغك او مسامك بتتفرج على المضيفة بوعي فنانة هل لمضك بتشتعل لدرك ما يصح في يوم من الايام تعمل دور مضيفه هل تفصيله رفيعه في المضيفه ممكن تلقطيها طبعا بس بوعي بس لا مش بوعي مش بوعي لوحدها يعني تقدر انت وانت واقفه قدامي كمضيفه انك تبقي جايه من جوه من الطياره مكشره مرزله ساعه ما بتحطي قدامي الطبق اللي فيه الملبس ممكن كأي آلة بتفتح بتحصل ابتسامة مصنوعة هل دي تقدر تلقطيها؟ امال ايه؟ هل أنماط كثيرة من الحياة بتلقطيها؟ بس في حاجة هنا مهمة جدا وهي ان انا ما بلقطش يعني بشكل متعمد ابدا لانه ايه هو في رادار جد هذا انا عايز اقول في رادار جواكي بيشتغل لوحده جوايا بيشتغل لوحده في عدسات ايضا محطوطه جواكي بتشتغل لوحدها بتشوف الحاجات دي بعدين انا بشوفها بشكل انساني يعني بشوفها بشكل شخصي طبعا بشوفها كسعاد اللي هي عايشه في الحياه وجيرانها فلان فلاني وعلان العلاني والناس اللي تحت كذا والناس فوق كذا والسينما كذا والمسرح كذا والصحافه كذا والسياسه كذا والمش فاهم ايه فبشوف انماط يعني بشوف حاجه يعني بشوفها باحساسي الشخصي لما كنت بناقشك انا بقول لك انه الاحساس عندك انت مرتفع جدا وقد تكون عندك مساله الثقافه بالمعنى غير التقليدي في حجم اقل انت قلت لي لا الثقافه بالنسبه لي انا معناها الشمول مش ضروري معناها الضيق اللي هو القراءة والكتابة ومعرفة الأشياء وإن ده في النهاية بيحول لك بيدي لك ما يسمى أنت عندك بكلمة تلخيص الرؤية أنت تقصد إيه بتفهم تلخيص الرؤية؟ أقصد إن أنا ممكن أقرأ 9 كتب نعم ولا فهمش منهم حاجة نعم
او افهم منهم كتاب واحد مثلا. فالرك على الفهم رك انك انت تفهم هذا الكتاب. تقصد الاستيعاب؟ استيعاب. اوكي. يعني اصلك طالما فهمت ايه اللي بيتقال استوعبته تمام، يبقى انت فعلا خدت حاجه من هذا الكتاب. خش على شخصيات ادوارك من فضلك. هل انت لما بتيجي النهارده تعملي زينب دياب، هل انت بتقري عم نجيب محفوظ كله؟ انت فهمتني بقى. فهمت النقطه دي تمام. فهمت ان هو الفهم وليس اي شيء اخر. الفهم وليس اي شيء اخر. ده الحق. ده البيس الرئيسي اللي يعني انت بتشتغلي بيه كفنانه، انك انت تفهمي مش اي شيء اخر. طيب ما هو انت عشان خاطر تفهمي اللي كنت عايز اقوله ان لابد يبقى ان يكون عندك نوع من مفردات الفكره المعين. كيف تفهمين بلا مفردات؟ المفردات بتجي لك ازاي؟ السؤال. المفردات اللي هي ايه ازاي؟ اللي هي ايه؟ لما النهارده انت بتيجي مثلا تحسي انك انت بتشوفي شخصيه بيروقراطيه فظيعه، اللي هي مثلا في شخصيه على ما نطلق الرصاص. طيب هذه الشخصيه، الشخصيه دي جت ازاي؟ جت بنوع من الفهم. انت لابد ان تكون عندك معنى لكلمه البيروقراطيه. لابد ان تكون عندك معنى لكلمات بنستخدمها في حياتنا. أيوه. السؤال هو هنا ايه؟ المفردات دي من اين تتاتى لك ان لم تكن لديك شحنه دائمه في القراءه؟ هل انت عندك شحنه دائمه في القراءه؟ هل انت عامله لنفسك سيستم دائم في القراءه؟ لا. كويس. يعني انا مش عامله لنفسي سيستم دائم في القراءة. ولكن انا لما بقرا حاجة ببقى يعني ببقى فرحانة ان انا بقراها، لانها بتزودني طبعا معلومات. طيب. بس انا بعتقد يعني انه ايه التزويد، يعني الواحد يتزود ينمي نفسه. فده في مجالات كتير جدا. مجالات كتير، يعني إذا كنت أنا ما بعملش مثلا بحث محدد المعاني أو الألفاظ أو الحاجات، لا أنا هلخبط في الكلام في الحتة دي. لا يعني اسمحي لي عشان خاطر أوصلك المعنى اللي أنت عايز تقولي. أنت النهارده عندك زينب دياب. هل أنت بتقري الرواية الأول؟ طبعا. بالكامل؟ طبعا. بتستغرق معاك قد إيه؟ الكرنك مثلا قريتيها كلها بالكامل؟ طبعا. بالكامل طبعا. كويس. هل بقالك ملاحظات عليها؟ هل دماغك طول ما انت بتقريها طبعا بيطرح اسئله؟ امال ايه؟ هل بتناقش الاستاذ نجيب محفوظ فيها مثلا على سبيل المثال، ولا بتناقش السيناريست؟ يعني اذا كان ممكن اناقش نجيب محفوظ اناقش. عظيم. طب اذا كان يعني عنده الوقت يعني. طب انت لما بتيجي تتحول هذا العمل الى سيناريو بس يعني انا ما ناقش نجيب محفوظ، لان اناقش السيناريست ليه ومناقش نجيب محفوظ. لانه نجيب محفوظ طرح القضيه بتاعته وانا وصلتني. كويس. انا اناقش السيناريو علشان السيناريست، عشان في بعض الحاجات هو ما نقلهاش كما يعني كان يقصدها نجيب محفوظ. يعني قصدك السيناريست هو اللي يحول كلمات نجيب محفوظ الى صوره. فممكن الصوره ما توصلش. ممكن توصل. دي شغلتك. انت هنا دي شغلتك بقى، انت هنا بتقفي عندها. طب انت لما بتمسكي السيناريو تقريه، تقريه ككل كشمول ولا كدور؟ لا كشمول طبعا. كشمول ليه؟ لانه انا بقى انا بقى انا انا ك ك كواحده كانسانه يعني بشوف ده الاول يعني كعمل فني. انا بروح بحط نفسي او مش من غير ما احط نفسي، ببقى حاسه على طول ان انا قاعده في الصاله بتفرج على فيلم عادي، بنت عاديه رايحه تتفرج على فيلم وبتشوف قدامها قصه مش عارفه ايه، اتنين بيحبوا بعض، مواقف ما اعرفش حصل فيها ايه، تأدت الى ايه، تطورت الى ايه، الشخصيه حصل فيها عادي. فهل انا مصدقه ده ولا هو في نوع من الغش او من الفبركه؟ افتعال. الحته اللي احس فيها انها فيها افتعال، انها ما هيش يعني حقيقيه، اقف عندها واتكلم فيها عشان تبقى حقيقيه، عشان اصدقها كبنت عاديه بتتفرج. ده اللي انا بشوفه، يعني ده اللي انا يعني بحس بحكم بيه من خلال السيناريو او القصه او اي حاجه بشوفها. طبعا بتحط بقى خبرتي جنب الحته دي، يعني او بلاش خبرتي، يعني ادراكي للاشياء. يعني كويس. هل انت المخرج حدوده معاكي قد ايه؟
يعني انا بعرف انك انت ليك ادائك الشخصي بتاعك، هل المخرج يتدخل في ادائك الشخصي؟ خصوصاً ان المخرج بيشرح لك دورك. بالتاكيد لك حدود اخرى غير حدود المخرج. يعني هو حدود الابداع الذاتي اللي عايز اتكلم عليها. من فضلك كلميني عنه. المخرج طبعا بيكون له ملحوظات معينه او حاجه اشياء معينه بيبقى هو شايفها وبيوجهني فيها مثلا بعض الحاجات، لكن التعبير عنها ده شيء يرجع لي ليك انت شخصيا طبعا، وهو ما لا يمسه المخرج ابدا. ولو دائره الابداع الذاتي ولو تدخل في بشر يعني يفسد على طول، يفسد على طول، لانه انا ليا طريقه خاصه او احساس، انا يعني احساس نابع عن فكر معين او اعتقاد معين بمنطق معين بيطلع في الاخر بشكل معين. فمش ممكن انت مثلا تقول لي اعملي مثلا كده اهو، اقول لك انا اعمل كده اهو، بس ليه اعملها ليه؟ يعني لو مثلا طلب مني شيء غير منطقي فمش ممكن اقبله. مش ممكن اقبله، لكن لو طلب مني شيء فعلا بيعمق يعني اضافه لي انا كممثله فطبعا ده بيساعدني جدا. بيساعدني، لكن في النهايه بيطلع من ذاتي انا، يعني يجب ان هو يطلع من ذاتي ويطلع من جوايا انا، بحيث ان هو يبقى شيء طبيعي انت وانت بتتفرج تحس انه ده فعلا طالع من قلب هذه الشخصيه، من قلبها، من روحها. هل انت سعاد من الناس المؤمنين بانه الفن بالنسبه لك هو السحر الممتنع؟ يعني انا ما بحبش الكلمات التعبيرات التعبيرات اللي متعارف عليها دي. تحس انت ايه؟ انت فنك تمثيلك ما احبش يعني التعبيرات دي. طب انت تمثيلك تحس بايه؟ تمثيلي انا احس بإيه؟ انت في الصاله بتتفرجي على سعاد حسني في اي فيلم من افلامها، تجردي عن انك انت اللي عامله الشخصيه دي، تحس بايه؟ الحقيقه ان هما حاجتين منفصلين. حاجتين منفصلين. يعني ساعه ما بادي شخصيه ببقى شايفاها بشكل معين وباديها بشكل انا فاهماه. يعني المساله كلها بترجع لانك انت بتفهم الشيء ده ازاي عشان تعبر عنه في النهايه، لانك على حسب ما بتفهمه وبتستوعبه بتعبر عنه. النقطة التانية قلنا ايه؟ انك انت يعني انا بشوف نفسي بقى في الشاشة بعمل ايه؟ بشوف نفسي بقى يعني مش قادرة اقول لك قد ايه ببقى متضايقة من اللي انا بشوفه. ليه؟ انت بتتفرج على افلام في التلفزيون؟ بالكامل؟ اتفرج عليها على افلامي وعلى افلام غيري. احب اتفرج. يعني انا احب اتفرج، احب اشوف تحب تشوف عموما على فكره. مش بس افلام، لا كل حاجه. احب يعني احب جدا يعني مثلا. هل انت من الناس اللي تحسوا انهم قاعدين في مواقف لو شخصيه احبها احب ان انا اقعد افضي نفسي مخصوص عشان انا اقعد اتفرج عليها واستوعبها الشخصيه دي؟ يعني انا شخصيه بحترمها وبحبها وبحس انها يعني قيمه. فاحب استوعب الشخصيه دي تفكر كده ازاي وليه وايه يعني وقد ايه كميه الصدق اللي فيها. انا عايز اقول انك انت احساسك هو اللي بيقودك لكل حاجه في الحياه. الاحساس مع التفكير. يعني احساس يديره عقل. احساس وتفكير طبعا يديره عقل. طيب هل تصوري انه يعني طفولتك مثلا او صباك او ايامك الاولى ايه ما زال متبقي منها في نفسك؟ طبعا انا انت شايفني قدامك دي نتاج للطفوله اللي انا عشتها. والحاجات الرواسب اللي انا نشات عليها او فهمتها او كده يعني. عايزه تكلميني عن الذوق. الذوق ايه اللي صنع ذوقك في اللبس، في الفن، في الرؤيه؟ هل انت مرتدت معارض؟ ايه اللي كون لك نظرتك للالوان؟ يعني نفسي اعرف انا مكونات الذوق عندك ايه، وبمعنى ادق وجدانك شغال ازاي.
مش عارفه انت يعني جدلا انا لما اقول مثلا ايه اللي كون مثلا الذوق مثلا بالنسبه لي، ممكن اقول مثلا انا بالنسبه لي انا قراءه معينه، سفر، تأكيد السفر في نظري انا غير كثيرا جدا 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 من ملامح نظرتي للحياه. مش عايزه جدال، يعني انا مثلا بسافر مثلا 1961 مثلا، سافرت مثلا المانيا 61، 14 عاما اسافر، ما فيش شك ان الذوق غير نظرتي حتى الجمال. بالتاكيد كنت انا مثلا ارى المراه من 10 سنوات، المراه البطه قد اراها اليوم مختلفه تماما. ارى انه اي كيلو شحم زياده في المراه قد يقلل من درجة احترامي لأنوثتها كامرأة. اكتشفت مثلا على مدى العمر أن الصوت في المرأة عضو لا يقل عن عينيها طبعا أو من آخرها أو شريفها أو إلى آخرها مثلا. عارفة هذه المكونات كلها مثلا أنا صنعها صنع السفر جانب كبير جدا في حياتي. أنا بشوف، مش عارف يعني أنت إذا سمحتي لي أقول لك أنك أنت سفرك واضح أنه في الزمان والمكان إن صح هذا التعبير. يعني أنت مش مسافرة كبيرة. لا مش دائمة الترحال. طيب ما الذي صنع ذوقك؟ مكوناته كانت ازاي؟ يعني انا في جاذبية معينة بيني وبين الارض دي ما بتخليكش يعني بتبقى شداني على طول. انت بتحس باستمرار انك انت عندك عشق عاطفي للارض. مش من السهولة ببساطة بتحس بحنين لمصر لما بتكوني برا مصر؟ خبر ابيض. انا اكتر مرة سافرت يعني فيها وقعدت برا مصر كانت تقريبا شهر. اليوم 29 كنت حاسة ان انا يعني فقدت. طيب فقدت تماما. انت ليه يعني اذا كان السفر في حياتك مش اساسي، ايه اللي اساسي في حياتك في الرؤية؟ هل انت بتشوفي صحاب كتير، ناس كتير؟ انا بتهيألي انك انت برضو ما بتشوفيش ناس كتير. يعني انت مش صخبة اجتماعيا. انا مش شايفة ان الحكاية دي يعني لها اهمية تفيد. يعني كويس. لا بس يعني تخيل انك انت مثلا بتنزل من بيتك تروح البلد او تروح اي مشوار، ما انت بتشوف 5000 نموذج. وبتشوف تصرفات صغيرة بتدي لك احساس، يعني بتدي لك فكر معين يعني عن اللي بيحصل في الدنيا. ايه انت عايز تقولي انه تجوالك البسيط بيدي لك تلخيص للمجتمع ككل؟ طبعا يعني مش بالضرورة ان انا اسمع الكلمات المنمقة المنتقاة علشان خاطر ده يبقى الحكم الصائب للاشياء. لا طبعا. بتتابعي معارض يا سعاد؟ لا معرض الرسم. معرض الرسم لا يعني احيانا بروح. بتروح مجامله؟ لا والله بستمتع جدا. ايه الشيء اللي انت بيديكي متعه كانسانه؟ انت مالكيش رياضه معينه؟ يعني انا بتصور انك انت في درجه رهبنه للفن عندك. وانا ما بحبش يعني افرض على نفسي تخطيط معين. دي الحكايه كلها. بتحبيش تعملي جدوله للاشياء؟ ما احبش اعملها. يعني بحس ان انا لو عملت كده بفقد اشياء كتير. تفقدي ايه مثلا؟ بفقد التعمق في الاشياء نفسها. ليه؟ لاني انا فرضت على نفسي ان الساعه كذا هخلص الشيء الفلاني، بعدين ابتدي الشيء العلاني، بعدين اروح حته فلانيه، بعدين مش عارف اعمل ايه. فهنا في فرض لتامل الاشياء او يعني او لنمو الشيء لغايه بتشوف نهايته. لو انت عملت على نفسك فرض معين يبقى لازم خلاص الفرض الشيء اللي المفروض عليك يعني وانت فنان. ده من اخطر الاشياء على الفنان. هو الفنان يجب ان هو يكون يعني في حاله معيشه لغايه ما
هو ينتهي. يعني هو يقول اه انا خلاص يعني اكتفيت او فهمت او استوعبت. اذا انت بتحصل لك باستمرار داخل شغلك الفني حالة استغراق. حتى تكتفي. او حتى تكتمل يعني الرؤية المعينة للشيء المعين اللي انت بتبص فيه او بتحس بيه او بتفكر فيه. هل ده بيعذب احيانا بعض المخرجين في شغلك؟ والله انا ما بحسش يعني ان هو يعني بيبقى معذب بالنسبة للمخرجين. انا بحس المخرجين بيقدروني جدا وبيحسوا بيا قوي. يمكن المنتج اللي هو عنده طبعا حسابات معينة وكده تبقى في بعض الأوقات تزعجه شوية، لكن في النهاية ما بتزعجهوش لأنه بيشوف العمل بيحترمه. يعني أنا ممكن أقعد 24 ساعة أبقى منضبطة جدا في كل شيء مطلوب ومش عارفة إيه وبتاع، بس الشيء اللي أنت بتعطيه إيه 30% 20% 40%، لكن لما تدي مثلا 70% أو كده يبقى ده أحسن، يبقى ده أحسن بالنسبة للمنتج. ممكن هو ما بيدركش الحتة دي في ساعتها لكن بيدركها بقى في الآخر. كويس. ولذلك في عملية استمرار لفنان وعملية انتهاء لفنان تاني. استمرار لفنان وانتهاء لفنان، ايه اللي بده الاستمرار؟ اللي انا بقول لك عليه ده اللي هو يمكن في كلمة احسن من كلمة اخلاص. يعني يمكن كلمة اخلاص ما هياش كفاية برضه. يعني النتيجة. يعني النتيجة، هو مثلا المنتج ده يبقى عاوز نتيجة معينة ترضي الجماهير. مش كده؟ بس بحسابات معينة وبشكل معين ومش فاهم ايه. انت ليه ما دخلتش لعبة الانتاج عموما؟ انا لعبة الانتاج اصلي ما فهمش فيها. رغم تجربتك؟ لا ما احب، يعني ما كانتش تجربة بس ما احب يعني اخاف وما احبش اخش في حاجة انا ما بفهمش فيها. هل انت مغامرة ولا حذرة عموما في شخصيتك؟ في اشياء واشياء. في اشياء واشياء. في السينما انت ما تحبيش تغامري؟ في السينما ممكن اغامر لكن في فني ما احبش اغامر. في فنك ما تحبيش تغامر؟ تفرق يعني. فيري جود. طيب بس المغامرة يعني ممكن تبقى فيها برضو ايه، يعني المغامرة بمعنى انك انت يا هتخسر يا هتكسب. هتكسب شيء مثلا مهم فده يستحق المغامرة. امتى ابتديتي تقفي على ارض ثابتة وتقرري انك تختاري شغلك وتختاري شخصيات وتتعمق فيها؟ هل ده بدأ من اي فيلم من الافلام؟ انا اذكر ان مثلا من في اول طريقي في الشغل انه جالي واحد اسمه زهير بكير. وبعدين عرض عليا فيلم معين. كويس. الفيلم كان فيه اسم أمينة السعيد. نعم. عامله القصه، فطبعا تحمست للحكايه ان انا اشتغل فيها بما ان فيها أمينة السعيد. صح. لما دخلت بقى في المناقشات والمواضيع ودي من فتره طويله. نعم. فيعني قال لي مثلا، انا كنت باخد في الوقت ده مثلا 10 قروش. قال لي انا هدي لك 25 قرش. كله كويس، يا سلام، حاجه جميله جدا. ومش مش مهم، مش مساله حاجه جميله بقى، مساله ان حاجه جميله في حاجه جميله هعملها. انا أمينة السعيد موجود. طيب يا سيدي، ما اعرفش ايه، هنجيب سيناريست مين عشان يعمل هذا الموضوع؟ يعني لا، انا اللي هكتبه، وانا السيناريست اللي هكتبه. قلت له انا يعني شايفه انه يعني الموضوع قيم وكده ومحتاج سيناريست، وانت بتاع على اساس انه ممكن السيناريست يحط فكر معقول بالنسبه للقصه وبعدين التنفيذ يبقى ايه، يعني تنفيذ يعني. فرفض هذا المخرج ان هو يجيب سيناريست لان هو معتمد على انه هيجيب اسم فلانه وبس. كويس. فرفضت هذا المشروع من اول، رغم الاغراء اللي هو بتاع ان انا باخد النهارده 10 جنيه وهو هيديني 25 جنيه.
فرق كبير يعني. رفضته بدون اي يعني ولا اي حاجه، عادي جدا يعني، وخدته فنانه تاني. وده من زمن طويل مش من النهارده. فهي الحكايه ان انا من يعني من زمان يعني زي ما تقول في حاجه برضو فيا ان انا احب اعمل حاجه اكون مقتنعه بيها، اكون حاسه انها بعمل حاجه كويسه.